اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم بوره، كيف كتشوفوا معايا بوره اللي ممكن تقدموا كمملحات رمضان بحشوه مالحه، كيجي مورق وشيش ولذيذ بزاف. وكذلك غنشارك معكم هاد التحليه جد رائعه طبيعيه بالفريز ولذيذه كريميه، انا متاكده غادي تعجبكم بدون نشا وبدون فلون. فخليكم مع الفيديو باش تكتشفوا الطريقه والمقادير ديال الوصفات، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال العجين ديال هذا البوره، كنحتاجو فيه دقيق حسب الخليط، خماره وحده 8 غرام، علبه ديال ياغورت طبيعي مسوس، بيضه وحده، نص كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت، 3 معالق ديال الخل، شويه الملعقه ومعلقه ديال السكر. كناخذ واحد الاناء كبير، فاش غادي نخلطوا العجينه ديالنا كنديروا فيها البيضه، نضيفوا الزيت. بالنسبه للقياس هنايا باش خديت الزيت هو علبه الياغورت، نفس هذه العلبه ديال الياغورت الطبيعي اللي فيها 110 غرام، كنضيفوا علبه ديال الياغورت طبيعي بدون سكر، كنزيدوا ديك المعلقه ديال السكر، درت واحد المعلقه كبيره. ومن بعد كنضيفوا خماره وحده فيها 8 غرام، وغادي نزيدوا واحد 3 المعلقات كبار ديال الخل الابيض باش كيهشش لينا العجينه، وحتى هاد الياغورت هو كيهشش وكيلدد، وديك البيضه كتعطي واحد النسمه زوينه لهاد البوراك. عجينه اساسيه ممكن تحضروا بها الحشوه، كتبقى اختياريه. هذا عجين اساسي كيجي جد رائع. غادي نديرو 3 المعلقة ديال الخل كيف كتشوفوا معايا، الخل العادي او الخل الابيض اللي كان عندكم. غادي نخلطوا هادشي كامل بالطراب اليدوي، هي كيدوب لينا ديك البيضه مع الياغورت، ومباشره كنبقاو نزيدوا عليهم طحين او دقيق الابيض خاص بالحلويات اللي تيكون على حسب اللي كيكون حسب وي اللي مشات ليا حسب الخليط. المهم حتى كتجمع لينا العجينه. المهم مديوش عليا، مع الصيام بدات كتمشي ليا الهضره. كنبقاو نضيفو الطحين كيف كتشوفوا معايا حتى كتجمع لي، وكنحصل على واحد العجين اللي كيكون لين ورطب، ما كتبقاش تلصق، ما كتبقاش جاريه، كتكون مجموعه العجينه ديالنا. شفتوا معايا هذا هو القوام ديالها، كتكون مجموعه بحال العجينه ديال الحلوه ديال الكاطو، كتكون رطبه ملي كنحسو بها وما كتلصقش. كناخذوها كنقطعوها كويرات، غادي نقطعها ل 12 كويره اللي كيكونوا متساويين. انا غادي دابا نقطعها، غادي نحاول انني نشكل على شكل كويرات. اللي بنت ليا الكويره كبيره كنقص منها باش كنحصل على 12 كويره. غادي نرشهم شويه ديال الدقيق، ومن بعد غادي نغطيهم ونخليهم كيرتاحوا. غادي ندوزو دابا نوجدو الحشوه. كنديرو بصله وحده مشلضه رقيقه، كنخليوها حتى كتشحر لينا وكتدبل مع الزيت والملحه. من بعد كنزيدو عليها واحد 250 غرام ديال الصدر ديال الدجاج مقطعته هو طريفات صغيورين، كنقردوه رقيق. كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديرو الكفته ديروها، بغيتو ديرو غير الدجاج ديروه. كنضيفو عليه بعد ما كيطيب هذاك الدجاج واحد شويه، كنضيفو عليه حبه وحده كبيره ديال الخيزو محكوكه، الا كانوا صغار كنديرو جوج. كنخليها حتى هي كطيب، من بعد كنزيد حبه وحده ديال المطيشه محيده لها القشره ومقطعه مربعات صغيره، هي اللي غادي تخلي هذه الحشوه ما تجيش ناشفه. كنزيد التحميره، شويه ديال توابل الشاورما، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال الثومه غبره والبزار. كنخلط هذا الشيء كامل مع بعض، وكنخلي هذه الكفته هذا الدجاج كيطيب مع خيزو ومطيشه. من بعد كنزيد قزبر ومدنوس مقرد رقيق، كنزيد زيتون خضر وزيتون اسود مقطعين حتى هما. كنخلي الخليط ديالي الحشوه ديالي كطيب على نار متوسطه، مره مره كنحرك كنخليها حتى كتنشف من الماء ديالها، كتنشف مزيان ما كيبقاش فيها الماء. وكنزيد واحد شويه الملعقه على حسب الذوق، ما تكثروش بزاف حيت مازال في الاخير غادي نزيد واحد شويه ديال الفخوماج محكوك اللي كيبقى اختياري. كنخلي الحشوه ديالي حتى كتبرد مزيان. دابا غادي ندوز باش نوجد هاد العجينه ديالي. كناخذ الكويره الاولى كنسرحها، وانا كنطلقها غير بالدقيق، كنسرحها على شكل كويره اللي كتكون متوسطه كيف تشوفوا معايا. كندهنها بشويه ديال الزبده
كنديروا الزبده الخاصه بالاكل نوعيه جيده، اولا حتى ديك الزبده ديال العلبه ممكن ديروها، كندهنوا بها بحال هكا كتكون رطبه خرجينا من الثلاجه من قبل على درجه حراره المطبخ، كندهنوا بها واحد شويه، وكنحطوا العجينه ديالنا على جنب، كناخذوا الكويره الثانيه حتى هي كنطلقها بشويه ديال الطحين وكنسرحها بالمدلك، كتكون قد الاولى، من بعد كنحطها فوق من هذيك الاولى اللي سرحت ودهنتها بالزبده، وكنعاود مره اخرى بنفس الطريقه كندير فوق منها الزبده اللي كتكون على شكل بومات كتكون رطبه، كنعاود نسرح الكويره الثالثه حتى هي بنفس الطريقه دائما، وانا كنرش شويه ديال الطحين حيت العجينه كتكون رطبه شويه كتلصق، خصنا ضروري نرشوا لها شويه ديال الدقيق، حتى هي كيف كتشوفوا كنعاود ندهن هذيك الكويره الثانيه الدائره الثانيه ديال العجين بالزبده، وكنعاود ندير فوق منها الكويره الدائره الثانيه. كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه، راه سهله بزاف، كيف الطريقه بحال تماما كيف كنحضروا الكرواسه العاديه، كنبقاو نديروا ما بين كل دائره ديال العجين شويه ديال الزبده، وحنا غاديين حتى كنكملوا هاد 12 كويره اللي عندنا. صافي غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي هاد الكويرات كاملين اللي عندي ديال العجين. هاد الطريقه كتخلي العجينه ديالي او لاباط كتجي مورقه بحال العجين مورق، هاد العجينه كتجي بحال العجين مورق تماما بكميه اقل من الدهون وبتقنيه سهله وبسيطه. شتو معايا كنبقى نفس الطريقه، ندهن بالزبده ما بين كل دائره العجين في الوسط دائما حتى كنساليو، والاخيره الكويره الاخيره ما كندهنوهاش بالزبده، كنخليوها بحال هكاك. ودابا ملي كنساليو شتو معايا الدائره او الكويره الاخيره ما كندهنوهاش بالزبده، دابا كنرشو الطحين مزيان فوق سطح العمل، وكنحطو العجينه ديالنا وكنبسطوها بالمدلك حتى كنحصلو على واحد المربع اللي تيكون كبير، والسمك ديالها حتى هو ما كيبقاش غليظ كتكون متوسطه. دابا كنجيبو جره ديال البيتزا او شي موس وكنقطعو على شكل اشرطه، كنقطعو 6 ديال الاشرطه، شتو معايا الطريقه ديالها. غادي نعمرو هاد المملحات او البوراك دفعه واحده، ومن بعد كنعاودو نقسمو هادوك الاشرطه في الوسط وكنبقاو نقطعو على شكل مربعات بهاد الطريقه هادي كيف موضح لكم في الصوره. كنجيبو الحشوه اللي كتكون بردات مزيان، كناخدو ضفت لها شويه ديال الفرماج محكوك، ناخد منها معلقه كبيره وكنديرها وسط المربع ديال العجين، وكنبقى غاده بحال هكا حتى كنعمر المربعات كاملين ديال العجينه. ومن بعد غادي نرد هذوك الجوانب ديال العجين في الوسط، وغادي نجمع العجينه المربع ديالي بحال شكل كموصه، وغادي نقرص هذيك العجينه لتحت وكنثبتها مزيان بيديا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، كنحصل عليهم بحال شكل ميني سندويشات صغيورين. انا عطيتكم هذه الحشوه، نتوما ديروا اي حشوه كتصوب ملفين تصوبوها كتجيكم لذيذه ممكن ديروها بهذه الطريقه هذه. وكنكونوا موجدين واحد اللاطه مدهونه بالزيت وكنحطوا فيها الكويرات ديالنا، بالنسبه لهاد الكويرات ما يحتاجوش اننا نحطوهم متباعدين حيت ما فيهمش الخميره ديال الخبز هي اللي كتنفخ بزاف، الخميره ديال الكاطو غير كتعطينا واحد الهشاشه للعجين وواحد القرمشه. وفي نفس الوقت ملي كنقربوا نساليو كنشعلوا الفران ديالنا كيسخن من الفوق ولتحت على درجه حراره متوسطه، باش غير كنساليو كندخلوهم الفران سخون كيطيبوا كيجيو بحال العجين مورق تماما، كيجيو مرقين العجين مورق وهشيش ورطبين في نفس الوقت. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنسالي وكنسحهم كاملين في اللاطه، من بعد غادي نجي وغادي نبسطهم واحد شويه بيديا، شفتوا معايا بحال كنقرصهم، هما كيكونوا دوائر منفوخين، ملي كنسالي كنبسطهم بيدي واحد شويه غير بشويه هكا باش ما نتقبش العجينه وكنحطهم.
من بعد كنجيب صفر بيضه مع قطرات ديال الخل الابيض، وكندهن الوجه ديال الكريسات ديالي او البوراك، كندهن له الوجه ديالو بهذا الشكل هذا. كندير واحد دهنه خفيفه. فاش كندهنهم كاملين كنجيب واحد الفرشيط وكندير فوق من الوجه ديالهم شكل خطوط بحال كيف كنديروا الفقاس ملي كنبغوا ندخلوه للفران. وفي الاخير كنرشوا بشويه ديال الزنجلان مع شويه ديال حبيبات الخشخاش اولا سانوش على حسب الاختيار ديالكم، ممكن تكتفيو غير بالزنجلان. دائما تيكون عندنا واحد شويه ديال الزنجلان اللي كيكون نقي ومغسول محتفظين به في واحد القريعه. ملي كنبغيو بحال كنحضروا بحال هاد المملحات كنجبدوه وكنزينوا به كنلقاوه موجود، وندخلهم للفرن يطيبوا على درجه حراره متوسطه. كنشعل عليهم من الفوق لتحت، النار كتكون من الفوق ناقصه ومن التحت كتكون مجهده حتى كيبانوا ليا تنفخوا. بداو كيدخلهم الطياب تنقص لتحت وكنخلي الفوق متوسط باش كيتحمروا ليا مزيان. دابا كان غادي نحتاجو في التحليه، عندي هنايا واحد 10 الحبات ديال الفريز مقطعين شرائح، ضفت ليهم واحد العصره ديال الحامض، غنزيد عليهم جوج معلقات كبار ديال السكر سنيده، غادي نحطهم فوق البوطه مره مره نحرك نخليهم حتى كيغلى كنحصل على واحد المربى. غادي نحتاج علبه ديال الموس ديال الفريز، غنحتاج جوج كيسان ديال الحليب معمرينش حليب بارد، هما باش غادي نطلع هاد لاموس ديال الفريز. ممكن ديروا لما كانش عندكم هاد لاموس ديال الفريز ديروا هذيك الباكيه ديال كريم شونتي غبره. غادي نطلعها على سرعه مرتفعه، ملي كتطلع كنزيد لها علبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفريز، وغادي ناخذ واحد الكاس ديال الفريز. عندي مجموع اللي استعملت في هاد الوصفه 500 غرام ديال الفريز، قسمتها على زوج، نص صوبته على شكل مربى والنص الاخر طحنته في الخلاط. غادي نديروه في الطحانه الكهربائيه يتطحن بوحدو، ما كنضيفوا له لا ما لا والو غير بوحدو حتى كيتطحن مزيان كيصبح خاطر بهذا الشكل كيف كتشوفوا. وكنضيفوا على هاد لاموس اللي طلعنا مع الياغورت، كتجي لذيذه بزاف هاد التحليه وصحيه وطبيعيه. كنعاودوا نخلطوا دابا بالطراب هاد الفريز اللي ضفنا على لاموس. بالنسبه لهذاك الفريز اللي درنا في الكاسرونه ما تغفلوش عليه، غير كطلع فيه الغليه واحد جوج ديال المرات صافي وكتطفيو البوطه. هنايا دابا كناخذوا هذيك لاموس ديالنا اللي ضفنا ليها الفريز والياغورت كنديروها في الكويسات اللي غادي نقدموا فيهم التحليه ديالنا. كندير ما كنعمرش الكويسات حتى للفوق، كنخلي لهم واحد شويه فين غادي ندير هذاك المربى ديال الفريز اللي درتو كيطيب. بالنسبه لهذاك المربى ديال الفريز راه ما كيجيش حلو بزاف لان درت فيه غير جوج معلقه ديال السنيده، كيجي شويه محمض مع هاد الحلاوه ديال لاموس كيجي هو هذاك. بالنسبه لهذيك داك المربى ديال الفريز فما غاديش نخويو عليهم هما وهاد الكريم وهو سخون لانه غيذوب ليا لاكريم، غادي ندخلو للثلاجه حتى يبرد وندخل هاد لاموس حتى هو اللي درت في الكويسات للثلاجه حتى يبردوا، عاد غادي نخرجهم وغادي نخوي فوق منهم هذاك المربى ديال الفريز. هنايا بالنسبه للمملحات ديالي او البوراك ملي كنخرجهم من الفرن كيجي هذا هو الشكل ديالو، مقرمش ورائع جدا ومرق، كنتمنى تجربوه. اما بالنسبه للتحليه ديالي بعد ما كتبرد وكيبرد لي هذاك المربى ديال الفريز كنخرجهم وكنخوي فوق منهم هاد الطبقه ديال المربى ديال الفريز، كندير واحد جوج معلقات كبار من هاد المربى فوق من لاموس وكندخلهم للثلاجه حتى كنبغي نقدمهم، كيجيو هائلين جدا في تحليه طبيعيه ولذيذه، خصوصا اللي ما كيعجبهمش ياكلوا ديك التحليه اللي فيها الميزينا او الفلو او الكريم باتيسير، هذه منعشه ولذيذه بزاف. وعاد دابا راه الفريز موجود ما كنحتاجوش شي كميه اللي هي كثيره بزاف، وهاد القياس اللي عطيتكم ديال هاد التحليه راه كيخرج كويسات كيخرج تبارك الله بزاف، خصوصا الا درتو هادوك لي فيغين الصغار غادي يخرج لكم كميه اكثر. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، الى عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتخليو لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. هادي هي التحليه ديالي كتجي يا سلام لذيذه بزاف من اروع ما يكون. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ونتلاقاو فيديو جديد.